بيبدأ الفيلم سنة 1980 في نابلس وتحديدا في الضفة الغربية المحتلة، وبنشوف قوات الاحتلال وهم قابضين على مجموعة من الفلسطينيين ومن ضمنهم واحدة اسمها ليال، واللي بتكون متهمة في قضية ظلم، وده لأنها ساعدت شاب فلسطيني واللي بيظهر انه قتل جندي من الاحتلال الإسرائيلي. وبيحقق الضابط الإسرائيلي مع ليال وبيسألها عن اسم الشاب الفلسطيني، فبتقوله انها ما تعرفش وانه كان مجروح وحاولت تساعده. وبيظهر على ليال الرعب ومش بتبقى عارفة اي حاجة عن الشاب الفلسطيني اصلا، وبتخاف اكتر لما بيجيب الضابط سيرة والدتها. وبعدها بتقابل ليال المسؤول عن السجن واللي بتعملها بشكل عنيف وبتشد شعرها، فبتزقها ليال وبتبعد عنها، لكن المسؤولة بتضربها اكتر وبعدها بتاخدها للزنزانة. وبيظهر ان المعتقل فيه سجينات فلسطينيات واسرائيليات، وبتقرر المسؤولة انها تحبس ليال في زنزانة مع المساجين الاسرائيليين، واللي بيعرفوا ان ليال عربية وبيقولوا عليها انها ارهابية. وبتخاف ليال لما بتشوف مسجونة اسرائيلية اسمها شولاميت واللي بيظهر عليها انها مدمنة، ومش بترضى ليال ترد عليها. وفي الوقت ده بتشوف سناء من الزنزانة اللي قدامها واللي بتسأل عن اسمها، لكن ليال مش بترد عليها برضه، وبتفضل خايفة لحد ما بتنام. وتاني يوم بتصحى على صوت المسؤولة واللي بتصحيهم عشان يسجلوا الحضور، وبتطلب ليال منها انها تتكلم مع جوزها، لكن المسؤولة بتشدها من شعرها وبتقول لها انها تشوفه في احلامها. وبتحس ليال انها وحيدة وبتبقى خايفة تتكلم مع اي حد، وبتتكلم مع المسؤولة تاني وبتقول لها انها محتاجة تتكلم مع جوزها ضروري. وفي الوقت ده بتراقبها سناء وبتسمع كلامها، وبتوافق المسؤولة وبتاخدها عند روتي واللي بتكون مديرة السجن، واللي بتقول لليال انها لازم تعترف بالحقيقة وتقول لهم ازاي الجندي الاسرائيلي اتقتل. فبتقول لها ليال انها ما تعرفش، وبتتفاجئ لما روتي بتقول لها انها لازم تتعاون معهم وتساعدهم عشان تخليها تتكلم مع جوزها، وهي انها تبقى جاسوسة على البنات الفلسطينيات وتعرفها ازاي بيتواصلوا بالخارج وخاصة سناء. وبعدها بتقابل ليال زوجها واللي بيسألها عن اللي حصل وعن الشاب اللي ساعدته، فبتقول انه ما حصلش حاجة عشان تحكي له. فبيقول لها انهم لازم يثبتوا انها ملهاش اي علاقة بيه لحد ما تخرج من السجن، وانها تقول لهم ان الشاب هددها بالسكينة. فبتستغرب ليال وبتقول انه ما هددهاش، لكن زوجها بيصر على رأيه وبيقولها ان هو ده الحل الوحيد. وبعدها بترجع ليال للزنزانة وبتلاقي حاجة على الارض، وفي الوقت ده بتشوفها شولاميت وبتطلب منها تديلها للقيتو، فبتتخانق ليال معاها وبيضربوا بعض. وفي الوقت ده بتدخل المسؤولة وبتحبس ليال في سجن انفرادي، فبتنهار وبتفضل تعيط وبترجع بعدها على طول. وتاني يوم بتروح العيادة بتاعت السجن وبتتصدم لما بتعرف انها حامل، وبتقولها روتي انها لازم تنزل الجنين ده، وده لانه ما ينفعش تخلف في السجن. وبعدها بينقلوها لزنزانة تانية واللي بيكون فيها فلسطينيين، وبتسألها سناء على اللي جابها عندهم، وبتقابلها ريحانة حلو وبتعرفها على أم علي وفداء وجميلة واللي بيكونوا أختين واتحبسوا في نفس الوقت في المدرسة بتاعتهم. وبتعرفها كمان على سناء وبتقول لها إنها فدائية من لبنان وإنها اتحبست أكتر من 15 سنة، واللي بتسأل ليال عن اللي كانت بتعمله في مكتب المديرة. فبتطلب ريحانة من سناء إنها تبعد عنها، وبتسأل ليال إن كانت جعانة. وبعدها بتشوف ليال كل اللي في الزنزانة وهم بيكتبوا رسائل عشان يخرجوها لقرايبهم اللي بره، وبتخبي ليال عينيها ومش بترضى تبص لهم. وبعدها بتقابل روتي في المكتب اللي بتقول لها إنها في شهرها الثالث وإنها لازم تنزل الجنين، فبتقول لها ليال إنها لازم تاخد رأي زوجها، فبتديها روتي التليفون وبتطلب منها تسأله. وبتتصدم ليال برد فعله لما بيقول لها إنه محتاج يتأكد، فبتاخد روتي التليفون منها وبتقول لها إن ده كفاية. وبعدها بتدخل المسؤولة الزنزانة بتاعت الفلسطينيات وبتفتشها، وبتلاقي فيها الرسائل، وبتعرف إن جميلة هي اللي كتبتها، وبتفضل تضربها بالقلم في نفس الوقت اللي ليال بتدخل فيه الزنزانة بعد ما بتخرج من مكتب المديرة، وبتشك سناء فيها. وبتقرر المسؤولة إنها تحبس جميلة في السجن الانفرادي وبتعذبها، وبتتخانق سناء مع ليال وبتطلع لها مراية وبتحذرها انها تقتلها، فبتتعصب ليال وبتتخانق معاها. وبتلاحظ سناء ان ايدها اتجرحت من المراية، وده لانها كانت بتمسكها جامد، فبتاخد سناء المراية منها وبتنهار ليال وبتطلب منهم انهم يبعدوا عنها. وفي الوقت ده بتعاني جميلة وبتفضل ايديها مرفوعة طول الليل، وبتروح ليال العيادة عشان تعالج الجرح اللي في ايديها. وفي الوقت ده بتقابل ايمن، شاب فلسطيني معتقل في سجون الاحتلال وبيساعد صحابه المعتقلين، وبيخيط ايمن الجرح ليال وبيطلب منها ترتاح، وده لانها خسرت دم كتير. وبعدها بيجيب لها اكل وبيعرفها على نفسه، لكن ليال بترفض انها تاكل. وبعدها بنشوف سناء وهي بتاكل، وبتعدي مسجونه اسرائيليه عليها وبيبقى اسمها زائفه، وبتاكل على سناء واللي بتشتمها وبتضربها، فبتدخل المسؤوله وبتخنق سناء وبتهددها انها تقتلها. وبعدها بتقابل ليال والدتها والمحاميه بتاعتها واللي بتكون اسرائيليه، واللي بتقول لها انها عملت كل حاجه لكنهم رافضين يفرجوا عنها، وبتقول لليال انها لازم تحكي لها كل حاجه حصلت عشان تساعدها. وبعديها يجي يوم المحاكمه، وبتترافع المحاميه وبتقول للقاضي الاسرائيلي ان ليال حامل وانها اكيد مش هتورط نفسها في القضيه. وبعدها بيطلب القاضي من ليال انها تعترف على الشاب الفلسطيني، وبيسالها ان كان هددها عشان تركبه العربيه بتاعتها، فبتقرر ليال انها تقول الحقيقه وبتقول القاضي انه ما هددهاش، فبيحكم القاضي عليها بالسجن 8 سنين. وبعدها بتقابل ليال جوزها واللي بيقول لها ان قوات الاحتلال
خرجوه من بيتهم وشمعوه بالاحمر وانه ناوي يسافر لكندا قبل ما الفيزا تخلص، وده لانه عايز ياسس نفسه هناك لحد ما هي تخرج. فبتساله ليال ان كان هيسيبها تولد لوحدها، فبيقول لها زوجها انها تفضل في السجن 8 سنين. فبتفهم ليال انه عايز منها انها تسقط ابنهم، وبترفض طلبه وبتقوله انه قرارها نهائي وانها هتخلف. وبعد فتره بطنها بتكبر وبتدخل جميله عليهم وهي مبسوطه، وبيبقى معاها جواب من اهلهم، وبتتبسط ليال لما بيجي لها جواب من طلابها واللي بيبقوا مستنيينها عشان ترجع. وبعدها بتلاحظ ليال ان سناء بتهرب الرسائل بتاعتهم عن طريق حفره في الحيطه، واللي بتوصل لمعتقل الرجاله الفلسطينيين. وبتروح محاميه ليال لروتي وبتطلب منها تدي الكتب لليال، وبتقول لها ان والدتها عايزه تحضر الولاده، لكن روتي بترفض وبتقول لها انها امور امنيه. فبتضايق المحاميه وبتطلب منها ان يبقى عندها انسانيه، لكن روتي بتصر على رايها وبتقولها ان الست اللي بتدافع عنها ايديها ملطخه بالدم وانهم مش هيتلاعبوا بالقانون، لكن المحاميه بتبقى عارفه انها بتكذب وبتقول لها انها ما عندهاش مانع تتلاعب بالقانون لصالح السجينات الاسرائيليات. وبعدها بنشوف ليال وهي بتغسل الهدوم مع صاحبتها، وفي الوقت ده بتسمع صوت وبيظهر انها شولامين، وبتبقى تعبانه جدا بسبب انها خدت جرعه مخدرات زياده. فبتساعدها ليال وبتنادي على حد يساعدها، وبعدها بتقرا سناء في الكتب اللي المحاميه كانت جايباها، وبيتبسط كل اللي في الزنزانه وبيغنوا مع بعض. وفي الوقت ده بتتوجع ليال جدا وبيجي لها الطلق، وبعدها بتروح العياده وبيربطوا ايديها ورجليها في السرير عشان ما تهربش، وبعدها بيولدوها وبتخلف ولد وبتسميه نور. وبتترعب ليال لما روتي بتمسك الولد وبتقول لها انهم هيدوروا على عيله تاخده، فبتزعق لها ليال وبتاخد ابنها منها. وبعدها بترجع للزنزانه وبيبارك لها الكل وبيزغرطه، وبتقول لها زائفه انها جابت لهم ارهاب صغير، لكن ليال مش بترد عليها وبتدخل الزنزانه بتاعتها وبيتبسط كل اللي فيها. وبعدها بتقابل ليال والدتها وبتوريها ابنها، وبتزعل لما عرفت ان زوجها وصل له خبر انها ولدت وما بعتش رساله حتى، وبتقول لها والدتها انهم رفضوا طلب الافراج. وبعدها بيتعب نور وبتاخده ليال للمستشفى، وفي الوقت ده بتقابل شولاميت وبتسالها ليال على اللي يوصلها للمرحله اللي هي فيها، لكن شولاميت مش بتلحق ترد عليها. وبعدها بتلاحظ المسؤوله الخرم اللي في الحيطه وبتزعق لسناء وجميله، واللي بتتعصب جدا وبتبوظ الاكل اللي هما بيطبخوه، وبتحبسها المسؤوله في السجن الانفرادي. وفي الوقت ده الجو بيبقى برد في الزنزانه وبيتعب نور، بتاخده ليال العياده وبتقابل ايمن واللي بيدي لها لعب عشان ابنها، وبيكمل نور سنتين وبيحتفل بيه كل اللي في الزنزانه وبيفضلوا يغنوا له، وبتتبسط شولاميت وهي بتسمعهم وبتغني معاهم، وهي بتتعصب زائفه عليها وبتهددها انها تقطع لسانها لو سمعتها بتغني عربي. وتاني يوم بتتصدم سناء لما بتشوف الاخبار وبتعرف ان قوات الاحتلال ضربت لبنان وان في قتلى وجرحى كتير، وبتضحك زائفه عليها وبتقول لها انهم سحقوهم في لبنان. فبتشتمها سناء وبيتخانقوا، لكن المسؤوله بتبعدهم عن بعض وبتضرب سناء، واللي بتقرر انها تضرب عن الاكل، وبتطلب المسؤوله من المساجين انهم يخرجوا عشان تسجل الحضور، لكن جميله بتواجهها وبتقول لها انهم مضربين وبتكتب لها طلباتهم على ايديها. فبتتعصب المسؤوله وبتهدد سناء وبتقول لها ان كل اللي بيحصل من وراها. وبعدها بتلعب فداء مع نور، وبتحزن لما بتقول لها ليال انها خايفه تكون ظلمت ابنها بانها حبساه وسط اربع جدران، وبتطلب المسؤوله من الاسرائيليات انهم هم اللي يغسلوا الاطباق ويطبخوا بسبب اضراب الفلسطينيات. وبعدها بنشوف شولاميت وهي في مكتب المديره، وبتنجح في انها تسرق جريده من المكتب وبتديها ليال، وبتنهار سناء لما بتشوف الاخبار وبتعرف ان قوات الاحتلال ضربت صبرا وشتيله في لبنان وذبحوا الناس فيها، وبتفضل تصرخ وبتطلب منهم انهم يخرجوها عشان تدفن اهلها. وبعدها بيخبط كل المسجونات وبيعملوا اضراب، وبتطلب روتي من المساعده انها تحرق كل الرسائل والكتب وتفرقهم عن بعض وانها مش عايزه نفس. وفي الوقت ده بتدخل المسؤوله الزنزانه وبتاخد ليال وابنها وبتحطهم في حبس انفرادي، وبيخاف نور وبيفضل يعيط، لكن ليال بتهديه وبتلعب معاه لحد ما بينام. وبعدها بتدخل روتي عليها وبتقول لها ان ابنها بقى عنده سنتين، وبتهددها انهم هياخدوا ابنها منها بسبب القوانين، وبتطلب روتي منها انها توقف الاضراب مقابل انها تسيب ابنها. فبتسكت ليال ومش بترضى ترد، وبعدها بتجيب لها شولاميت اكل وبتطلب منها انها تاخده عشان نور، وبتدي لها رساله جايه لها من معتقل الرجاله، وبتودعها شولاميت وده لانها تخرج من السجن، وبتقول لها انها مش هتنسى لها اللي عملته علشانها. فبتطلب ليال منها انها تاخد بالها من نفسها وما ترجعش تاني للسرقه والمخدرات. فبتضحك شولاميت معاها وبتقول لها انها مش ترجع للمخدرات تاني، لكنها مش هتقدر توعدها في السرقه. وبعدها بتقرا ليال الرساله واللي بتكون من ايمن اللي بيطلب منها انها تاخد بالها من نفسها ومن البنات، بيعرفها انهم كمان انضموا للاضراب، وبتتحبس ريحانه مع ليال وبتبقى منهاره وبتعيط وبتقول انهم منعوها تشوف اولادها، وبتطلب من ليال انها توقف الاضراب معاها عشان اولادهم، وبتقول لها ان سناء ما عندهاش حاجه تخسرها. فبتوافق ليال وبتقرر توقف الاضراب. وبعدها بترجع للمطبخ وبتضايقها زائفه، لكن شولاميت بتدافع عن ليال واللي مش بترضى ترد عليها، وبنشوفها وهي في الزنزانه مع ابنها وبترسم له على الحيطه. وبعدها بيزورها زوجها في السجن واللي بيتبسط اول ما بيشوف نور، وبيجيب له معاه هديه وبيساله ان كان عايز يطلع بره ويشوف الدنيا. فبتساله ليال ان كان بيفكر في ابنه من الاساس، وبتفكره انه كان عايزها تسقطه، فبيقول لها زوجها ان وقتها ما كانش بيفكر غير فيها وان ده مش مكان تربي فيه ابنهم. فبتقول له ليال انه اتاخر قوي وده لانها ما تعرفش حاجه عنه بقالها سنتين، وبتقول له ان الزياره خلصت وبتسيبه
وبتمشي وبترجع ليل للزنزانة، وفي الوقت ده بتسمع صوت، بتستخدم المراية اللي معاها وبتتصدم لما بتشوف ريحانة واقفة مع مجندات إسرائيليات وبتشرب سجاير معاهم. فبتقرر ليل ترجع للإضراب وبتعرف بقية المساجين، وفي أثناء ما هي قاعدة مع ابنها وبيرسموا على الحيطة بتدخل المسؤول عليهم وبتاخد نور منها. فبتنهار ليل وبتفضل تعيط، وبترجع ريحانة للزنزانة وبتواجهها ليل وبتعرفها إنها شافتها. فبتقول ريحانة إنها أمي زيها وإنها الوحيدة اللي هتفهمها. فبتقولها ليل إن عيب عليها تتحجج بولادها، وبتتضايق لما بتعرف إن روتي هتطلعها من السجن. وبتقولها ليل إنها هتعرف سناء الحقيقة. فبتتعصب ريحانة وبتهددها إنها تقتلها لو اتكلمت. وفي الوقت ده بنشوف جميلة وهي في الزنزانة وبتكتب على قماشة إن الإضراب مفتوح. فبتشغل روتي الإنذار وبتخرج كل المساجين. وفي الوقت ده بتتكلم ليل مع سناء عن ريحانة واللي بتتعصب جدا وبيتخانقوا مع بعض. فبتحاول جميلة إنها تبعدهم عن بعض، لكن فجأة بتضرب بالنار من جندي إسرائيلي وبتتقتل. وبتنهار فداء وبتفضل تعيط على أختها، لكن المسؤولة بتاخدهم كلهم وبتدخلهم السجن. فبتستغل ليل الفرصة وبتقفل البوابة قبل ما المسؤولة تدخل، وبيسمع المعتقلين الفلسطينيين اللي بيحصل وبيفضلوا يهتفوا باسم فلسطين. وبتدخل شلاميت أوضة المديرة وبتتصل على محامية ليل وبتعرفها اللي حصل. وبتقرر روتي تقتحم السجن وبتخلي الجنود يرشوا غاز على المسجونات وبيدخلوا على بعض وبيضربوهم، وبعدها بيغمى عليهم من ريحة الغاز لكنهم مش بيستسلموا وبيفضلوا يخبطوا. وبتزعق المحامية مع روتي وبتقول لها إنهم قتلوا بنت. فبتقولها روتي إنها بتدافع عن إرهابيين، وبتسألها المحامية عن تصرفاتها هي، لكن روتي بتبقى مؤمنة إنها بتدافع عن بلدها وبتطلب من المحامية إنها تمشي، لكنها بترفض وبتقول لها إنها معاها إذن من المحكمة عشان تقابل الموكلة بتاعتها. وفي الوقت ده بنشوف ليل وهي بتفوق وبتلاقي نفسها في المستشفى، وبعدها بتلاقي رسالة من أيمن واللي بيعرفها إن المقاومة أسرت 6 جنود وإنهم طلبوا الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. وبيقول لها أيمن إنه هيستناها مهما طال الزمن. وبعدها بتقرأ المسؤولة أسماء المسجونات اللي هيفرجوا عنهم واللي بيبقى منهم سناء وأم علي، وبيتبسط كل المسجونات وبيباركوا لهم. وبتودع سناء ليل وبتطلب منها إنها تاخد بالها من نفسها ومن البنات. وبيمر الوقت في السجن وبنشوف الحيطة اللي ليل كانت بترسم عليها هي وابنها وبتكتر الرسومات عليها. وبعد 8 سنين بتخرج ليل من السجن وبتلاقي ابنها بينادلها، فبتجري عليه وبتحضنه. وبنعرف إن في أكتر من 700,000 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية من سنة 1948، وفي سنة 1983 نجحت منظمة التحرير الفلسطينية في تحرير 4,765 معتقل فلسطيني ولبناني مقابل 6 جنود تم أسرهم في جنوب لبنان، وإن حاليا في أكتر من 6,000 رجل وامرأة وطفل فلسطيني في السجون الإسرائيلية. الفيديو ده كتبته مي جلال وسجله محمد طاهر ده الهوانة يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية، وفولو لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية، وفولو لصفحة هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الأنمي والكرتون. سلام.